السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. معايا سؤالين. تفضلي، السؤال الأول. أنا موظفة يعني تقريبا طول اليوم يعني وأنا خارج البيت، بس بنتوضأ للصلاة يعني من الصلاة يعني أجلس على وضوئي وأصلي، بس أنا قريت في كتاب إنه إيش اسمه يكتب في الخلاء، الصلاة ما تكونش صحيحة، نعم. هل هذا صحيح؟ طيب، السؤال السؤال الثاني. الثاني، دخلت كنز المسلم للتلفون حقي، بس حسيت فيه انه المرأة لما تتوضأ ضروري ان هي لما تمسح راسها لا تغسل راسها كامل، تحطه تحت البزبوز وتغسله، عند هل هذا الوضوء، صحيح ولا لا؟ عند الوضوء ايوه أعتقد أن السؤالين في سؤال واحد. هي تسأل في البداية عن استمرار الوضوء، هل يمكن أن تؤدي أكثر من صلاة بوضوء واحد، وأنها قالت أنها قرأت في كتاب أن هذا لا يصح. والشطر الثاني من السؤال، وهو تقريبا في نفس الموضوع، أنها لابد لا تمسح رأسها فقط، ولكن يجب أن تغسله عند الوضوء، تفتح تحت الحنفي، فما رأيكم؟ الجواب. بارك الله فيك يا أيها السائلة الكريمة. فلا يجوز للمرأة المسلمة وللرجل المسلم أن يصلي بوضوء واحد ما شاء له من الصلوات، نعم. إذا لم ينتقض وضوءه بنحو صوت أو ريح أو نحو ذلك. فإذا كان على وضوء يجوز أن يصلي فرض أو فرضين أو ثلاثة، وأما أو أكثر من ذلك، هذا على استعداده وعلى وضوئه. هل توجد نواقض الوضوء غير الريح والصوت؟ نعم، نواقض الوضوء أربعة. نعم. الخارج من السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره. نعم. نعم، وكذلك النوم الذي ينوم ويترايع يعني يغط في النوم. يغط في النوم، أيوه. نعم. هذا ينقض الوضوء، أما إذا نعس نعسة بسيطة وهو متمكن مقعده من الأرض فلا يضر. نعم. ثم الوضوء، الله سبحانه وتعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل واغسلوا رؤوسكم، فالله سبحانه وتعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، أي ما إذا مسح المسلم أو المسلمة شيئا من رأسه فقد أجزأ، فقد أجزأ. والآيات دي خير دليل. والآية هو خير دليل وخير، نعم، يعني نص قاطع. نعم. وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل واغسلوا رؤوسكم، فليس عليها غسل رأسها جميعا كله، وإنما مسح يكفي المسح. نعم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. معنا اتصال.